مرحبا بكم في الدرس الأول من مرجع المفيد في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي درس العمليات الحسابية في نطاق الأعداد من صفر إلى تسعة آلاف إذن على بركة الله لنبدأ ب لنفهم ونطبق يحب علي اللعب بالأرقام لنساعده في إنجاز المطلوب باستخدام الأرقام واحد اثنان ثلاثة وأربعة نحيط من بين الأعداد المقترحة أصغر عدد إذا لدينا ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون وألف ومئتان وثلاثة وأربعون إذا كل هذه الأرقام فرقم الآلاف فيها هو واحد بينما رقم المئات هنا مئتان هنا هنا اثنان هنا أربعة وهنا اثنان إذا أصغر عدد سيكون يا إما ألف ومئتان وثلاثة وأربعون أو ألف ومئتان وأربعة وثلاثون إذا هنا رقم العشرات أربعة وهنا رقم العشرات ثلاثة إذا ثلاثة أصغر من أربعة وبالتالي فأصغر عدد هنا من بين هذه الأرقام الثلاثة هو ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ثم أيضا مطلوب أن نحيط أكبر عدد من بين هذه الأعداد أربعة آلاف عشر أربعة آلاف مئة وواحد وعشرون و 2413 وأربعمائة وثلاثة عشر إذا هنا رقم الآلاف اثنان هنا أربعة وهنا أربعة إذا إذا أكبر عدد سيكون يا إما أربعة آلاف مئة وواحد وعشرون أو أو أربعة آلاف إذا هنا لدينا رقم المئة ثلاثة وهنا أيضا ثلاثة بينما هنا رقم العشرات اثنان وهنا واحد إذا أربعة آلاف وواحد وعشرون هو أكبر عدد الآن نحسب فرق العددين المحصل عليهما عموديا إذا نحسب الفرق بمعنى سننجز عملية الطرح إذا سأ نطرح ألف ومئتان وأربعة وثلاثون من ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ومئتان وأربعة وثلاثون إذا واحد ناقص أربعة لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف أحد عشر ناقص أربعة تساوي سبعة ثم اثنان ناقص اربعه لا يمكن استلف العشره وارد السلف، اثنان عشر ناقص اربعه تساوي ثمانيه، ثلاثه ناقص ثلاثه تساوي صفر، واربعه ناقص واحد تساوي ثلاثه، اذا الفرق هو ثلاثه الاف وسبعه وثمانون، ثم مطلوب ان نحسب مجموع العددين المحصل عليهما عموديا، بمعنى سنجمع العددين اربعه الاف وثلاثمائة وواحد و عشرون زائد ألف ومئتان وأربعة وثلاثون إذا واحد زائد أربعة تساوي خمسة اثنان زائد ثلاثة تساوي خمسة ثلاثة زائد اثنان تساوي خمسة وأربعة زائد واحد تساوي خمسة أيضا إذا المجموع هو خمسة الاف وخمسمائة وخمسة وخمسون التمرين الأول أجرى أحمد حساب فرق أصغر عدد من أصغر عدد من أربعة أرقام وأكبر عدد من ثلاثة أرقام، كم وجد؟ إذا الآن سنحدد أولا ما هو أصغر عدد مكون من أربعة أرقام، إذا أصغر عدد مكون من أربعة أرقام هو 1000، إذا لدينا أربعة أرقام، ثم أكبر عدد مكون من ثلاثة أرقام أكبر عدد مكون من ثلاثة أرقام هو تسعمائة وتسعة وتسعون وأحمد أجرى عملية الفرق أي أنجز عملية الطرح إذا ألف ناقص تسعمائة وتسعة وتسعون فهي تساوي واحد إذا أنجزنا العملية غنلقاو صفر ناقص تسعة لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف عشرة ناقص تسعة تساوي واحد ثم صفر ناقص عشرة لا يمكن استلف العشرة وارد السلف، عشرة ناقص عشرة تساوي صفر، ثم صفر ناقص عشرة لا يمكن استلف العشرة وارد السلف، عشرة ناقص عشرة تساوي صفر، وواحد ناقص واحد تساوي صفر، إذا الفرق بينهما هو واحد، لذلك سنحيط هنا واحد وهي الجواب الصحيح، التمرين الثاني قامت فاطمة بحساب مجموع أصغر عدد من أربعة أرقام وأكبر عدد من ثلاثة أرقام كم وجدت؟ إذا قلنا أصغر عدد مكون من أربعة أرقام هو ألف وأكبر عدد مكون من ثلاثة أرقام هو تسعمائة وتسعة وتسعون فاطمة أنجزت أو قامت بحساب مجموع أصغر عدد الذي هو 999 وأكبر عدد الذي هو 1000، أكبر عدد من أربعة أرقام. كم وجدت؟ إذا صفر زائد 9 تساوي 9، صفر زائد 9 تساوي 9، صفر زائد 9 تساوي 9، و1 زائد لا شيء تساوي 1. إذا وجدت 1999 وهو الجواب الصحيح الذي سنحيطه. التمرين الثالث. أحسب ثم ألون البطاقة المناسبة إذا واحد زائد 999 وتسعة وتسعون زائد صفر كم تساوي؟ إذا المجموع سيكون هو ألف إذا سنلون بطاقة الألف ثم واحد مضروب في 999 وتسعة وتسعون أي عدد تم ضربه في واحد فهو يساوي العدد نفسه بمعنى أن 1 في 999 ستساوي 999. إذن سنلون هذه البطاقة. ثم 1000 نا ناقص 1. اذا 1000 ناقصنا منها 1 سنحصل على 999. إذن سنلون هذه البطاقة. الان التمرين الرابع احسب دون وضع العمليه اذا غادي نحسبوا بلا ما نوضعوا العمليه اذا لدينا 5000 زائد 3000 اذا الاصفار غنخليهم في بلايصهم غنحسبوا غير رقم الالاف اذا 5 زائد 3 تساوي 8 ثم نضيف 3 اصفار اذا المجموع هو 8000 ثم هنا لدينا 9000 ناقص 2000 اذا نفس الشيء سنحسب فقط فرق رقم الآلاف، إذن رقم الآلاف هو 9، وهنا رقم الآلاف هو 2 إذن غنديرو 9 ناقص 2 تساوي 7، ثم نضيف الأصفار، إذن الفرق هو 7000، ثم هنا لدينا 410 مضروبة في 4، إذن هنا غادي نحسبوا غنضربوا 4 في 10، إذن 4 في 10 تساوي أربعون. ثم غنضربوا أربعة في أربعة أربعة في أربعة تساوي ستة عشر إذا هكذا غنحسبوها وبالتالي فخارج هذه العملية هو ألف وستمائة وأربعون التمرين الخامس أضع وأنجز ثم أرتب الأعداد المحصلة عليها تصاعديا تصاعديا أي من الأصغر إلى الأكبر بكتابة واحد اثنان ثلاثة أربعة في الخانة المناسبة إذا سنبدأ بعملية الجمع لدينا أربعة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون زائد ثمانمائة وتسعة وخمس إذا واحد زائد تسعة تساوي عشرة أضع الصفر وأحتفظ بالواحد واحد زائد تسعة تساوي عشرة زائد خمسة تساوي خمسة عشر أضع خمسة وأحتفظ بالواحد خمسة زائد ثمانية تساوي ثلاثة عشر أضع ثلاثة وأحتفظ بالواحد واحد زائد أربعة تساوي خمسة إذن المجموع هو خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسون ثم لدينا هنا تسعة آلاف وواحد ناقص تسعمائة وثمانية وخمسون إذا واحد ناقص ثمانية لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف أحد عشر ناقص ثمانية تساوي ثلاثة صفر ناقص ستة لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف عشرة ناقص ستة تساوي أربعة ثم صفر ناقص عشرة لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف عشرة ناقص عشرة تساوي صفر ثم تسعة ناقص واحد تساوي ثمانية إذا الفرق هو ثمانية آلاف وثلاثة وأربعون ثم هنا لدينا ثلاثمائة وسبعة مضروبة في ثمانية إذن ثمانية في سبعة تساوي ستة وخمسون أضع ستة وأحتفظ بخمسة ثمانية في خمسة 5... ثمانية في صفر تساوي صفر زائد خمسة الاحتفاظ ثم ثمانية في ثلاثة تساوي أربعة وعشرون كان الخارج هو ألفان وأربعمائة وستة وخمسون ثم لدينا ثلاثمائة وخمسة وأربعون زائد ستمائة وثمانية إذا خمسة زائد ثمانية تساوي ثلاثة عشر أضع ثلاثة وأحتفظ بالواحد واحد زائد أربعة تساوي خمسة زائد صفر تساوي خمسة ثم ستة زائد ثلاثة تساوي تسعة إذا الآن سنرتب هذه الأرقام أو هذه الأعداد تصاعديا أي من الأصغر إلى الأكبر إذا أصغر عدد من بين هذه الأعداد هو 953 إذا سنعطيه رقم واحد ثم بعد ذلك هنا لدينا في رقم الألف اثنان هنا ثمانية هنا خمسة إذا بعده يأتي ألفان وستة وخمسون نعطيه رقم اثنان ثم هنا هنا لدينا في رقم الألف ثمانية وهنا خمسة إذا خمسة أصغر من ثمانية إذا هذا غيكون هو الرقم العدد الثالث ثم هذا الرقم الرابع التمرين السادس أتأكد من صحة العمليات التالية ثم أعيد إنجاز الخاطئ منها إذا هنا لدينا واحد زائد ألف زائد عشرة إذن واحد زائد ألف تساوي ألف وواحد زائد عشرة تساوي ألف وأحد عشر ولكن هنا الخارج خاطئ دير لنا ألف ومئة وأحد عشر إذا سنعيد إنجاز هذه العملية أفقيا إذا واحد زائد ألف زائد عشرة قلنا تساوي ألف واحد زائد عشرة تساوي أحد عشر إذا ألف وعشرة زائد واحد زائد عشرة تساوي أحد عشر إذا ألف وأحد عشر ثم هنا لدينا تسعون زائد تسعمائة أو تسعة آلاف عفواً إذا هي تساوي تسعة آلاف وتسعون زائد تسعة تساوي تسعة آلاف وتسعة وتسعون هنا ديرنا تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة إذا هذه أيضا خاطئة سنعيد إنجازها أيضا أفقيا إذا تسعون 90 زائد تسعة آلاف زائد تسعة قلنا تساوي تسعة آلاف وتسعة وتسعون ثم هنا لدينا عملية الطرح عمودية إذا ثمانية ناقص تسعة تساوي واحد إذا خطأ إذا غنعاود نجزو هذه العملية إذا ستة آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ناقص ثمانمائة وتسعة وعشرون إذا ثمانية ناقص تسعة لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف ثمانية عشر ناقص تسعة تساوي تسعة ثم ثلاثة ناقص ثلاثة تساوي الصفر سبعة ناقص ثمانية لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف سبعة عشر ناقص ثمانية تساوي تسعة وستة ناقص واحد تساوي خمسة إذن الفرق الصحيح هو خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وليس ستة آلاف ومئة وأحد عشر ثم هنا لدينا عملية الضرب إذا خمسة في ستة تساوي ثلاثون أضع الصفر وأحتفظ بثلاثة خمسة في صفر صفر ثلاثة ديال الاحتفاظ ثم خمسة في ثمانية تساوي أربعون إذا هاد العملية فهي صحيحة التمرين السابع يقول محمد عدد الكرات يعني اللي عندنا في هاد القبعة أو لهاد الوعاء يساوي جداء أي ضربة عدد الأزهار وعدد النحلات إذا أولا سنحسب كم من نحلات لدينا هنا إذا لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذا لدينا تسع نحلات ثم عدد الأزهار لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر إذا قلنا لدينا تسعة عشر زهرة إذا العملية هي 9 مضروبة في 19 أو 19 مضروبة في 9، لنحصل على عدد الكرات إذاً سنضع العملية عمودياً، إذاً 19 مضروبة في 9، إذاً 9 في 9 تساوي 81، أضع واحد وأحتفظ بثمانية، 9 في 1 تساوي 9، زائد 8 تساوي 17، إذاً عدد الكرات هو 100. وواحد وسبعون كرة تاني. التمرين الثامن يبين الجدول المسافات بين بعض المدن المغربية بالكيلومتر أكمل كتابة المسافات بين المدن في الرسم التالي إذا لدينا بين القويرة والعيون تسعمائة وتسعة وستون كيلومتر هي هذه هل هالعيون إذا بينهما تسعمائة وتسعة وستون كيلومتر ثم بين العيون ومراكش كم كم المسافه بينهما اذا العيون هي هذه ومراكش هي هذه اذا المسافة بينهما هي تسعمائة واثنان وخمسون إذا المطلوب أحسب المسافة بين مراكش والقويرة إذا الكويره هنا إذا بغينا نمشي لمراكش خصنا نقطع تسعمائة وتسعود وستين كيلو كيلومتر باش نوصلوا للعيون ونقطعوا أيضا تسعمائة 952 كيلومتر باش نوصلوا لمراكش اذا المسافه بينهما هي جمع المسافتين بين القويره والعيون وبين العيون ومراكش اذا المسافه بين مراكش والقويره اذا المسافه بين مراكش والقويره هي إذا تسعمئة وتسعة وستون زائد تسعمئة وإثنان وخمسون إذا سنضع العملية عموديا تسعمئة وتسعة وستون زائد تسعمئة وإثنان وخمسون إذا تسعة زائد اثنان تساوي أحد عشر أضع واحد وأحتفظ بواحد سبعة زائد خمسة تساوي اثنا عشر أضع اثنان وأحتفظ بواحد واحد زائد تسعة تساوي عشرة زائد تسعة تساوي تسعة عشر إذا المسافة بينهما هي ألف وتسعمائة وواحد وعشرون كيلو متر التمرين التاسع أنجز العمليات ثم أصل بخط كل مجموع أو فرق أو جداء بالعلبة المناسبة إذا سنبدأ بعملية الطرح إذا تسعة آلاف ومئة ناقص مئة وثلاثة إذا صفر ناقص ثلاثة لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف عشرة ناقص ثلاثة تساوي سبعة ثم صفر ناقص واحد لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف عشرة ناقص واحد تساوي تسعة ثم واحد ناقص عشرة لا يمكن أستلف العشرة وأرد السلف أحد عشر ناقص عشرة تساوي واحد ثم تسعة ناقص واحد تساوي ثمانية إذا الفرق هو ثمانية آلاف ومئة وسبعة وتسعون ثم هنا عملية الضرب تسعمائة وخمسة وسبعون ضرب ثمانية إذا ثمانية في خمسة تساوي أربعون أضع صفر وأحتفظ بأربعة

أربعة آلاف وواحد وتسعون إذا ثمانية زائد أو تسعة زائد ثمانية تساوي سبعة عشر زائد واحد تساوي ثمانية عشر. أضع ثمانية وأحتفظ بالواحد. واحد زائد تسعة تساوي عشرة زائد تسعة تساوي تسعة عشر زائد تسعة تساوي ثمانية وعشرون. أضع ثمانية وأحتفظ باثنان. اثنان زائد خمسة تساوي سبعة.

197 سنصله ايضا بهذه البطاقه ننتقل الى التمرين العاشر اذا ذهب محمد الى السوق وفي وفي حافظه نقوده 500 درهم اشترى 3 كيلوغرام من اللحم بثمن 75 درهما للكيلوغرام الواحد وخضرا وفواكه ب 175 درهما كم بقي معه بعد اداء ثمن المشتريات اذا باش نحسبوا شحال بقى له دا 500 درهم للسوق وصرف هذا الشيء ونحسبوا بشحال بقى معاه من بعد ما ادى الثمن ديال هذه المشتريات خصنا نحسبوا بعدا ثمن اللحم اذا ثمن اللحم اذا شرا 3 كيلوغرامات كل كيلوغرام ب 75 درهما اذا غادي نديرو 75 مضروبه في ثلاثة إذا خمسة نوضع العملية هنا خمسة وسبعون مضروبة في ثلاثة إذا ثلاثة في خمسة تساوي خمسة عشر أضع خمسة وأحتفظ بالواحد ثلاثة في سبعة واحد وعشرون زائد اثنان تساوي أو زائد أو زائد واحد تساوي اثنان وعشرون إذا ثمن اللحم هو مئتان وخمسة وعشرون درهما ثم ثمن الخضر اذا اذا دابا باش نحسبوا كم بقي معه غادي نديروا 500 درهم ناقص 225 زائد 175 ديال ثمن الف ثمن الف الخضر والفواكه نحسبوا بعدا كاع المجموع ديال ثمن الخضر والفواكه اذا ثمن اللحم والخضر والفواكه هو إذا ثمن اللحم هو مئتان وخمسة وعشرون زائد ثمن الخضر اللي هو مئة وخمسة وسبعون درهما إذا غنحسبو شحال صرف نضع أيضا العملية هنا إذن مئتان وخمسة وعشرون زائد مئة وخمسة وسبعون إذا خمسة زائد خمسة تساوي عشرة ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة أضع الصفر وأحتفظ بواحد آه واحد زائد اثنان ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة إذن تساوي أربعمائة درهم الآن بقي معه غادي نديرو خمسمائة درهم ناقص أربعمائة درهم، إذا مئة درهم ناقص مئة درهم تساوي مئة درهم هذه بلا ديرو العملية، إذا بقي معه مبلغ مئة درهم، إذا التمرير الحادي عشر، أبحث عن الأرقام الناقصة في العمليات الآتية، إذا هنا ستة في خمسة فهي تساوي ثلاثون. اضع صفر واحتفظ بثلاثه ثم باش نلقاو هاد الثلاثه خصنا نضربو هاد خصنا نضربوها غير في صفر وهذا الرقم ديال الاحتفاظ هو هذا اذا ستة في صفر تساوي صفر زائد ثلاثة ديال الاحتفاظ هي هذه ثم ستة في سبعة تساوي اثنان واربعون اذا هذه هي الارقام الناقصة ثم هنا عندنا الخارج هو سبعة آلاف ومئتان وعندنا هنايا واحد الحد ديال الضرب اللي هو ثمانية، إذا ثمانية فاش غنضربوه باش نلقاو صفر؟ غنضربوه في صفر، إذا ثمانية في صفر تساوي صفر، ثم هنا أيضا عندنا في الخارج صفر، إذا ثمانية أيضا غادي نضربوها في صفر، إذا ثمانية في صفر تساوي صفر، ثم هنا ثمانية غنضربوها في شي عدد غتعطانا اثنان وسبعون، إذا غنضربوها في تسعة، إذا ثمانية في تسعة تساوي اثنان. وسبعون. وسبعون إذن هكذا سننجز هذه آه العملية التمرين الثاني عشر أستعين بالحساب المقرب للتأكد من صحة العملية ثم أعيد إنجازها إن كانت خاطئة إذا هنا سنقرب العدد 685 نقربه إلى 700 نديرو هنا 700 ثم هنايا في 9 9 غادي نقربوها تي نخليوها غير 9 اذا 9 في 9 آه في 0 تساوي 0 9 في 0 آه تساوي 0 9 في 7 تساوي 63 و 60 اذا الخرج هنا اللي عطانا الخرج المقرب هو 6300 وهذا الخارج هذا راه بعيد على 6300 اذا من الاحسن نعاودوا العمليه نعاودوا ننجزوا العمليه للعملية العملية عندنا ستمائة وخمسة وثمانون ضرب تسعة إذا تسعة في خمسة تساوي خمسة وأربعون أضع خمسة وأحتفظ بأربعة تسعة في ثمانية اثنان وسبعون زائد أربعة تساوي ستة وسبعون أحتفظ بسبعة تسعة في ستة تساوي أربعة وخمسون زائد سبعة تساوي واحد وستون إذا هذا الخارج الحقيقي اللي هو 6165 الاف وخمسة وستون فهو قريب من الخارج المقرب اللي هو 6300 الاف إذا التمرين الثالث عشر الجدول يبين المسافات التي قطعها ثلاثة سائق شاحنة في شهري يناير وفبراير أحدد السائق الذي قطع أطول مسافة في شهرين بعد وضع وانجاز العمليات اللازمه اذا هنا باش نعرفوا شكون السائق اللي قطع اطول مسافه خصنا نحسبوا كل سائق شحال قطع اذا مثلا غنبداو باحمد اذا احمد قطع كم ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون في يناير زائد ألفان وتسعمائة وستة وثمانون في فبراير إذا غادي نوضع آه العملية هنا إذا ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون زائد ألفان وتسعمائة وستة وثمانون إذا أربعة زائد ستة تساوي عشرة أضع الصفر وأحتفظ بالواحد ستة زائد ثمانية تساوي أربعة عشر أضع أربعة وأحتفظ بالواحد سبعة زائد ثمانية أو عفوا سبعة زائد تسعة تساوي ستة عشر أضع ستة وأحتفظ بالواحد أربعة زائد اثنان تساوي ستة إذا أحمد قطع ستة آلاف وستمائة وأربعون كيلو متر ثم محمد نشوفوا محمد كم قطع إذا محمد قطع ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون في يناير زائد أربعة آلاف وثلاثة وسبعون في فبراير إذن سنضع أيضا العملية إذا ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون زائد أربعة آلاف وثلاثة وسبعون إذن خمسة زائد ثلاثة تساوي ثمانية ثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة أضع الصفر وأحتفظ بالواحد تسعة زائد واحد تساوي عشرة أضع الصفر وأحتفظ بالواحد اثنان أه زائد أربعة تساوي ستة إذا قطع ستة آلاف وثماني كيلومترات ثم أخيرا لدينا عادل إذا عادل كم قطع قطع ألفان وسبعمائة وخمسة كيلومتر زائد أربعة آلاف ومئة وخمسة وثمانون كيلومتر إذا يعني سنضع أيضا العملية ألفان وخمسة زائد أربعة آلاف ومئة وخمسة وثمانون إذا يعني خمسة زائد خمسة تساوي عشرة أضع الصفر وأحتفظ بالواحد واحد زائد ثمانية تساوي تسعة سبعة زائد واحد تساوي ثمانية اثنان زائد أربعة تساوي ستة إذا قطع ستة آلاف وثمانمائة وتسعون كيلو متر إذن المتسابق الذي قطع أطول مسافة في شهرين هو إذا أحمد قطع ستة آلاف وستمائة وأربعون محمد قطع ست كيلومترات ستة آلاف كيلومتر وثمانية وعادل قطع ستة آلاف وثمانمائة وتسعون كيلومتر إذا كنقارنوا رقم الالاف اذا عندنا ستة 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 غنقارنوا رقم المئات هنا عندنا ستة وهنا عندنا صفر وهنا عندنا ثمانية اذا ثمانية اكبر من ستة ومن صفر إذن المتسابق الذي او السائق الذي قطع اطول مسافة هو عادل وقطع ستة الاف وثمانمائة وتسعون كيلو متر انتهى